آخرها كان حذاء مايكل جوردن الذي وصل سعره إلى 4 ملايين دولار، ومن قبله هذه الكمأة البيضاء الإيطالية التي يتخطى سعرها 100,000 يورو. أما هذا فعكاز أيلا وايت، ناجية من حادث غرق سفينة تايتانيك الشهيرة، بيع بأكثر من 60,000 دولار. لا تستطيع دفع مبلغ كهذا؟ لا مشكلة، لدينا عروضات أقل سعراً وأجمل. أمامك معطف الحمام الذي ارتدته النجمة الراحلة مارلين مونرو في فيلم كيف تتزوج المليونير عام 1953، والذي بيع مقابل 28,000 دولار. هل تشتري؟ حتى ولو كنت ملياردياً، فهل تشتري؟ ربما هذا هو السؤال الأبرز الذي يتبادر لذهن من يقرأ ويسمع عن هذه الأرقام في مزادات الجنون، والتي قد تعادل جنى العمر لهذا أو ذاك من الأشخاص الذين قد يقضون عشرات السنين من حياتهم ولا يصلون لأرقام كهذه. بعض الفنون جنون، فأهلا بكم في مزادات اليوم، فهنا الزبون ليس كأي زبون. قد يطول الحديث الذي من الممكن أن تضرب به الأمثلة أو تعرض به المقتنيات التي شهدتها مزادات العالم العلنية على مدار سنوات طوال، لكن غرابة بعضها يجبرنا على التفكير في قرار من دفع واشترى. فكرة القدم مثلاً أم الأرقام والعجائب، شهدت منذ أعوام حدثاً غريباً بعدما عرضت علكة السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد في مزاد علني مقابل 514,000 دولار، والتي كان قد رماها أرضاً في مباراته الأخيرة مع الفريق. ومؤخراً قميص مارادونا الذي سجل به هدفه الشهير أمام إنجلترا يباع لشخص لم تكشف هويته بمبلغ لامست 9 ملايين دولار. أي جنون هذا؟ ردة الفعل الطبيعية التي يقولها جزء كبير ممن سمعوا الخبر أو قرأوه، لكن من يعلم، قد يفعلها من يستنكر هذا الفعل لو امتلك المليارات يوماً. يقول توماس كامبل المدير السابق لمتحف متروبوليتان للفنون لصحيفة الغارديان البريطانية: لا غرابة فيما وصلنا إليه في المزادات العلنية، فلقد دخلنا مرحلة التخلي عن مفهوم التذوق كمقياس رئيسي للقيمة. بينما يفسر جزء آخر أسعار الجنون هذه على أنها نتاج يفرزه عالم بات حصول الفرد فيه على الملايين أمراً وارداً وبطرق أقل عذاباً من قبل.